سلام الحبيبات ديالي، بقيتو لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم فيديو جديد كيشتو معايا. هاد العقيق هذا غادي نخدم به شوشة ديال النمر. واحد السيده بغات الخدمه من الاول، حيت انا هاد الفيديو كنت حطيته ولكن ما بديتوش من الاول. دابا غادي نبدا لها من الاول باش تعرف كيفاش الخدمه ديال الطروات دي كتكون من الاول. فايت حطيتها، غير هما البنات ما كيبغيوش عادي يهبطوا للقناه بزاف. دازت عليها واحد العام او لا 5 شهور او لا 6 شهور او لا حتى غير شهرين، فيهم يبقاو يهبطوا باش يقلبوا على الفيديوهات بزاف. صافي الحبيبه ديالي، ها انت غتجيبي الخيط ديالك، ها انت سمعي مزيان، تجيبي الخيط ديالك تحشيه في الابره، غتحشي الخيط نص خيط، ها شتي غير النص فيه، غتجي لتحت بحال هكا، غادي تخلي واحد بزايد، ها انت شتي هذا الخيط هذا خليه بوحدو، وغتجي الوسط ديالو غتحزمي واحد الحزيمه اللي غتكون وحده فوق وحده فوق وحده فوق وحده، ها انت سمعتيني مزيان دابا، شتي بحال هكا، ها انت الحبيبه ديالي شتي بحال هكا اختي. من بعد غادي تشوفي انت اللوينات اللي غادي تخدمي بهم. انا هنايا اختاريت هاد اللوينات هادو ديال النمر، راكي شتي. غادي تجيبي واحد جوج عقيقات في الاول، غادي تجيبي جوج عقيقات. الا كنتي غتخدميها سامبل غادي تجيبي جوج عقيقات من لون واحد، كان بالزوق بحال هكا، ها انت شتي جوج عقيقات الاول، كنبداو بجوج عقيقات كنهبطوهم لحدا داك الحزمه اللي حزمتي، كنقبضوا الابره ديالنا وكنوليو ندخلوا من التحت ديال داك من حدا داك الحزيمه من التحت، وكتجبدي الخيط ديالك كامل. صافي مين كتجبدي الخيط ديالك كامل، ديك العقيقات بحال اللي كتزيري الخيط، صافي وكيوليو يتلاصقوا. من بعد منين كيتلاصقوا عاوتاني كتجي من التحت ديك الخيط اللي دخلتي فيه في الاول وكتخرجي، غير هو غادي تخرجي في عقيقه وحده، ماشي غتخرجيهم الخيط في بجوج، لا ها انت شتي خرجت غير في وحده. صافي بحال هكا. من بعد غادي تجيبي عقيقه وحده، من بعد ملي ديري هاد القضيه غادي تلوي داك الخيط على صبعك بحال هكا، وشدي بداك الصبع الكبير هكا، غادي تجيبي عقيقه وحده غتقبضي غير وحده، ها انت شتي تاني عاوتاني، وغادي تجي وغادي تحشي الابره ديالك في وسط هذاك الخيط اللي ما بين العقيقه والعقيقه، شتي هذاك. صافي من غديري هاد جوج عقيقات غتدخلي بالابره ديالك للفوق غير في وحده اللي عندك في هاد الجنب، ماشي اللي خارجه، لا اللي داخله عندك من هنايا، شتي بحال هكا، وغادي تدخلي الخيط ديالك مزيان. صافي وهاد جوج عقيقات كيتشدوا، ها انت عقلي معايا، في الاول كتبداي بجوج عقيقات، من بعد من غادي ديري الطاج الثاني غادي ديري جوج عقيقات، غتبداي بالاولى وتكملي موراها وحده. صافي هاكاك، صافي دابا غتجيبي وحده ما غتجيبيش جوج بحال الاول، لا غير وحده. صافي غادي تختاري اللون نتي اللي بغيتي، اولا راكي غادي تخدمي غير بلون واحد، المهم نتي تعرفي الطريقه ديال الطروات دي. وصافي غادي تجيبي عاوتاني ليبره ديالك وغادي تحشيها في نفس داك الخيط اللي حشيتي فيه ليبره في الاول، ومن غادي تخرجي الخيط ديالك كامل غتجيبي ليبره ديالك وغادي تدخليها عاوتاني في ديك العقيقه من التحت باش الخيط هكا يخرج لك. من بعد الحبيبه ديالي غتقبطي هاد الخديمه هادي اللي خدمتي وغتقلبيها، الخيط ديما يجيك خارج على يدك ما يجيش من الجهه من هي. عاوتاني نفس الطريقه غتجيبي جوج عقيقات وغادي تقبطيهم وغادي تحشي الخيط الابره ديالك في ديك الخيط، وغادي تحشي الابره ديالك تطلعيها في ديك العقيقه التاليه، شتي. من بعدها غتجيبي عقيقه وحده وغادي تحشيها عاوتاني في ديك الخيط هكا وتطلعي، شتي ها انت طلعتيها. اي صافي هكا، هذه هي الخدمه الطروات دي. صافي وكتمشي بهذه الطريقه هذه، شتي انت تبعي غير هذا الفيديو هذا وغادي تعرفيها اختي النيشان، ما غاديش تعاد تقولي لا غلط ولا، تبعي غير هذه المراحل اللي قلت لك والخدمه ديال الطروات دي غتولي تجيك بحال الماء، الشوشه تبقاي تخدميهم بالزربه. صافي ها انت شتي الخديمه يمين هذا باش تساعفك على حساب يدك تبقاي تقلبيها، ها انت شتي. صافي كتمشي هكا، منين كتبغي تبداي صف جديد من الفوق كتبداي بجوج عقيقات كتكملي بعقيقه وحده، عاوتاني كتقلبي يدك عاوتاني كتبداي بجوج عقيقات وتكملي بحبه حبه حبه، فهمتي ها انت شتي كنكمل غير بحبه وكنبدا بجوج، ها انت شتي خيتي بحال هكذا. وانت غاده على حسب الرشمه اللي عندك ولا الزواقه اللي عندك ولا بغيتيها سامبل، المهم هذه هي الخدمه ديال الطروات دي. الا تعلمتي لهاد الخدمه هذه غير غتشوفي اي خدمه ديال الطروات دي غادي تخدميها لراسك، ما غتسنيش ان شي واحد يوريها لك، المهم تكوني عارفاها من الاول. ها انت شتي كنكمل بحبه،
وانتي على حسب يدك. الا كنتي مستعده انك تخدمي الخدمه بخيط طويل هانتي بحال هكا، ما غيتسالكش دغيا. ما كنتيش تخدميها بخيط طويل ديريه قصير، ولكن خصك تعرفي كيفاش الزياده. صافي هذه هي الخدمه ديالنا، ها هي تسالات شتيها. يلا الحبيبه ديالي، اللي عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك ياكي، وخلي لي كومونتير. محالي كنموت عليكم كاملين البنات اللي عندي كاملين. باي باي عليكم، ما تنسونيش من الدعم، راني بديت ننزل شويه.